أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوبتاي مع السند ورر دقدق ميدوغا مشارحين تمعارض كأوقبي أهام بباجي فنابحي بغيطة كدب مركي عيدة مدى دولة فدرالك صوماليا أي ودوين كحركين سلامة كاسنة أمان كخلق الإيقليين هساءها دي ميدوغا مشارحين تمعارض كأيام مرد ويكوباقي سيدة أدوار بحنتكو أركيسان أما أكو داوت نوتان شيخ شريف شيخ أحمد وعريسان حسن شيخ محمود وعريسان خطبة دودة ستوة سعودة قيسو وزير كامنية قرد ودى يوهد لي حالة دوية عكرا انتهي علي قالوه درستي أنا وحن سوق مقارنة يعني مظاهرات في بريتو لكن سيدا ضد بدن وهل كان جوعة أما ضد بدن مقارنة جوعة يمكن قومي هو لو ترى قال مظاهرات كل جوعة حد بيعينه تاسو كبحثنا بدن تي شيستي على الله طريق تاسو مكواحين ممكن يسار ضد مرشحين ترى أريد أمني يعني أريد عيد مرة أبدأ من الحين كل كيس أول ما حدنا لو أديك سنة هاي هالخلطة إن أي نقطة إيشو دوام ذكاء صابتنا وحواية دل كان أيضا كأو سياسة دلور الدنيا حدنا وحنا مغطى مش من الصعب ولبا أيضا دل كي أن كانت الوهرني وسياسيا وكاسميها أمن إيه هان أنتي سبلا إن شاء الله هيستران مجرد مقدس يعني شو كقاعدة يعني إن الرياض عيدا كروها راح إن آدي أبدا سيدا أصدرت مدرسة مرشحين تحبوا عن سلام إن دي بلور بيجو مظاهرات في مجانا الشقايو حيل لي يسوق جوين عيال مرشحين تو أمني بن أريو عيسولا يعني مكتب مظاهرات في يأخذ شيء سناي نريد دي بلور بيجي تدفع أغلب الياشة أغلب الياشة شعب كسوم إذا ما أنتوا أنا وما هي تعلمنا من الجدال هي هنتي طبعا ذيك يقول قاعدة نحن خاصة أنت عمل معها أهم وسيسة مرشحين تكبير سيدا آتكم مقليسان ورنك بنام بيه وأوبا طيب مركلا أي شاعد دونان أيها أيانا أمانك إلى شندونا دلت صوام على المسيط والخشيط عاية لي شعبك صوام على الذين أود بيهن صوبة نام بحان ورأي قول عبران وأهل دستوريا وأهل بيهن عاوة ودك استوى أي حير انتهي اسمها دولة النمدة هي بروسيس كدولة النمدة حق نظام كدنبرادي مكا أهل لقى تنازل خرماها وأهل آدي آد مهم وأه لكن وانا سيدره هنتي مرحلة الدولة دو حركي قلنا ما إن عيدا كنت أود استخدت في الفلان ويو أليك سيدا إن يكو عبريان حريات كو قادا هنتي أهل آد إي آد وضوح ما هذا وايد سيدا سدرته مركلة وحان لأن هاي وما سنتهين بدكي أبا بلياش هاي دكي كشقين هاي معان كورا تاقرياش آدي على وما سنتهين حين تلقى شقين واهن لما أنا مسير كينا إيا مسير كعروفتي أنا قصي سمع هاي لها ديكو بيض لواي معني هذا دولة دنما مجرس لواي دولة دنما ذا اللي باتده هذا هاد تعلنا إن عدة هاي سأيكو تكرف الشوايا ونتان عنك سوى الهرجين آدي على وما سنتهين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسن شيخ محمود إنه أمن يسكتوا وأنهم بحياشة أمن يقولوا إنه يسكتوا وأكون يشيني وأكبرني ماشي أكبرني وحاصل أن ضغط دير أو حسام مرتماني ودنيا لقد دون داي وحدة دون داي ماشي جديدة مال وحرانة أيوة سبورتيبي وحدة الشيغان ظروفها جيل كوفيد أو ضغط إن مال وحرة يعني لما نرحب أنت مال بنام وأبن إير وضغط أي كلا دوك كرانا جينا وعندنا وقعد كيسن وأقبلن وأكون شيني درجة كده سؤال إن بنام بحر ودي
sidaas ayadoo ay taagan tahay oo amnigii annaga ansaas ugu wareejinay annagana qabanqaabadeedna caadiga ku jira maanta waa kuwa qabtaan daljirka waa xiran yahay ma aha daljirka keliya magaaladoo dhannaa xiran nambar afar hadda intaad noo jirta ka bilaabo ilaa maxaan ku yidhahda waxaad geysaa magaalada waqooyi muqdisho meesha ku dambeysa magaalada waa xiran sheekada faraha way ka baxday musharaxiinta ayaga ayaa ilaashan doona ammaankooda barnaamijka kale ay ku dhawaaqi doonaan marka dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno meeshaan dadka jooga xaaladooda waa sidaas dowladnimayna dhowrayn dastuurayna dhowrayn qawaaniin kalena dhowrayn ballamo iyo heshiis lala galaysan dhowrayn mar walbana been inay sheegaan maalina ciidaada animaada jirkagaaso inta tagaa hadlay maalinta dabanbana qaa waxay sheegi doonaan haddana waxay rabaan inay sheegaan waana si darra weyn oo nahayso dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa marka inay fahmaan laba arrimood qodob waaye meel nin qof bannaan baxaayo tabeello wato codkiisa inuu cabbiro rabo dastuurka lagu ogol yahay ninka ay dhibayseen oo adkaysa karina diidaayo ee jidadka xiraa militarigii ciidamadii wixii booliisku wixii dhan bannaanka usoo dhiganaya yaa biri dadka soomaaliyeed ka soo dhaqaaqaanay ayagoo xor intay isku yimaadeen codkooda si xor ay meel ugu ridayaan micnaha ay labadaas arrimoodaan rabaa dadka soomaaliyeed inay ismarbar dhigaan waa qodob qodobka kale ciidamada maanta wadooyinka muqdisho taagan iyo qalabka ay haystaan maalinta bannaanbaxa waa soo sheegayna ayuu yihi amnigaanaga ku taagan yayay u haystaan amnigana annaga ayaa sugan gabar iyo wiil soomaaliyeed oo bannaanbaxay baa loo soo dhigay inay u haystaan khatarta shabaab dalkan uu ku hayana meeshay taagan tahay ogtihi shabeellada hoose shabeellada dhexe iiraan galgaduud gado jubbooyinka meel aanu maanta shabaabkii tahdiid aanu ku hayn oo aanu saas usii socon malaha johora tahdiid ku jirto dhuusamureebaa ku jirto intii ka sokeysoo dhammaa ku jirta maxaan ku idhaha jubbooyinka iyo meel walbaa ku jira geedaa ku jirta oo ciidan farmida joogaa laga qabanayo ciidankii loogu talagalay beebayaashii iyo qalabkii loogu talagalay wadooyinka muqdisho waa kuu dhex taagan madaxweynihii hore ee weli ka raaracaa maxaan ku idhahda xuquqka iyo talada qabka uga degada deyga meesha uu maanta maraya waa intaas dadka soomaaliya inay fahmaanaan rabnaa annagu marka sida duwan u sheega bannaanbixii berri dhici lahaa waa baajinay dibaa u dhignay maalinta kama tanasulin mana ka tanasulin waa la qabanaa bannaanbixii maalinta la qabanaya ku haboon tahay waa soo sheegaynaa amnigana annagaa sugaya ilaan wax kaloo noo dhiman ma laha haddaan dhaana amnigiina waa kanaa suga aan jidkii nabad ku soo marno taas ay ka dhalatay hadda inaan bannaanbixin dastuurka aan ulaha inaan ka tanasulno maa lakin amnigeenana markaa sidaan usuga karnay cidda aan kaasho karnay inay nala sugto amniga inay nagala shaqayso ugu dambeynta waxaa rabaa inaan kusoo gabagabeeyo saraakiisha ciidamada qalabka sida waxaa rabaa inaan u sheego war qofku ma shaqaysiin qof idinma qoran dowladda soomaaliya u shaqaysiin dastuurkaa idiin damaanad qaaday shaqada aad haysiin iyo waajibaadkiina iyo awoodihiina iyo xuduudihiina ay ku xadidan yihiin sarkaalkii maanta meeshaas u taagan gabar soomaaliyeed iyo wiil soomaaliyeed oo nabad oo walaalkiis ah walaashiis ah inuu hor istaago oo xabad ku rido dib u fikiraan leenahay gadaal u fiirso dib u fikir waa khalad laguma amri karo khalad sharci darro laguma amri karo dastuurka inaad ku cayaartid oo ku dadeeshid laguma amri karo gacanku dhiigle inaad noqotidna laguma amri karo gacanku dhiigle inaad noqotid laguma amri karo saraakiisha ciidamada hogaaminaysa waxaan leenahay yaraaw weynaaw sarkaal hoose noqo sarkaal sa sarkaal xigeen noqo askari qoristo jidka taagan noqo waxaad samaynaysa ka fiirso hebelaa iilahaay hadhow iyo hebelaa ay ahayd kuma anfacayso mustaqbal aad leedahay weligaad joogi doonta dalkan iyo dowladnimadiisu joogtaa taariikhdana meel xun ha ka gelin rekoordkaaga professionka ee xirfadeed ee ciidane waxun ha gelin dad bannaan baxayo xabadeeyey shalay weligaa kaa harimayso ogow ha dad boqol sana cimrigaaga alla gaarsiiya
صلح الشرعي إيراني استوك إيراني قوانين تنظر كان إيراني دقنا إن شاء هي أمن مواطن كعشرتي سعد كل شيء إيراني يعني خلق بقوة ذلك سنة فريت أسكت الدبستة أنا عيدا كي يسراكيشو نقدرنا ذاتك الصومالية مقالا شجو قارهان يكون مالو البجو تاقير هذا يوم حان كده كل سوريا دستور كي حرية دودة موجي وحالا أنه ما تنتهين والدلاشين دلالك ينوى الصعداء حقوق ده دستور قال لقمة تنازل يوم قالوا تاقية ما أنت بري العويني هو راح يحكي سوى ما ذم حا عبد الله فما جمهور استعير كرو أنتوا حكي سو جريني دسو كتبوش وكجري هذا وكد جيدا وحد برت وبلاي لا اللي يرولي وأكسر على عوان وكسر جيه ضد الصوماليات قطرت الدلك وكجر هفهم قطرت الدلك وكجر المال والبكر جبناه ونكجر نحيل وانقذار وقصيتو كين هالجبناه هفهم أنا لقفتان قعمها إن عط كينا كل اللي كنا عط كينا كل اللي كنا عبده هو بان بدأ فعلا قاضي هو بان اللي يزدير هو بان عط كينا كل اللي دنا ما نجد دبوب بنا بحر الإعلامي ما أنت صنوب بنا يا قف الصهاري واحد صعد ووجدان وما سنتين وصفر السلام عليكم ورحمة الله وحقك دوريال هل كانوا حكوا كبابي شركة كلها ملوك مشرحين تصومالي هل كانوا كبتين بدون مشرحين تأيا وحاء كده واتشين إني جبوا لجين بنام بخودي مع اللي ماذا سبت ذا أو لحد بشيء تايو بريكو بيجن كده حاطلات دكتور كده صن